ثواني شوطنا السادس ينطلق والزميل الكريبي بن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انطلق سادس أشواط هذه الفترة الصباحية، انطلق شوط مليء بالحماس بتواجد هذه الأسماء الثقيلة الحاضرة والشعارات المميزة المشاركة والمتواجدة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني أطال الله بعمره يا رب العالمين. لنبدأ مع مسيرة وتحديات 8 كيلومترات ومنافسات سن الثنايا مع فئة القعدان الحاضرة والمتواجدة، وجائزة هذا الشوط سيارة نقدية. ومن المركز الثاني حتى المركز العاشر جوائز نقدية ثمينة، وكذلك هنالك مادة الزعفران التي تكرم بها الثلاثة المراكز الأولى والأوشحة التي تكرم بها المراكز المتقدمة الفائزة، لتكون هدية ليعرف الجميع بأنها حضرت ووضعت لها بصمة على أرضية ميدان التحدي وفي هذا المهرجان. لنبدأ معكم وبحضراتكم بالنداء للأسماء الخمسة المتقدمة، لنتابع على المركز الأول ظبيان إسهيل بن عبد الله بن دحبة بن حمد العامري، من يقدم لنا ظبيان بالانطلاق مع المركز الأول وبالحضور مع البداية وبالتواجد مع الصدارة. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام لجبر، على المركز الثاني لعبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الاكتبي شعار بن كليب الحاضر والمتواجد والمنطلق على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم همام ليكون الحضور لشعار مبارك بن حمد بن مبارك بن هامله المري على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع زناتي، على المركز الرابع تعود الملكية لأحمد بن مطر بن ماجد بن طارش الخيلي، والنقلة إلى المركز الخامس. لنرى مشاهدينا الكرام على المركز الخامس الشارد المظفر بن محمد بن خموشة العامري مع هذه الانطلاقة، لكن ينخطف المركز الخامس من قبل شهيل سعد بن مبارك بن ضعيف النابت المري. هذه الأسماء الخمسة الأولى مشاهدينا الكرام، هذه هي الأسماء الحاضرة والمتواجدة معنا بالنداء والإذاعة، وخلف الخمس نتابع هنالك أسماء حاضرة لكن لم يحن موعد حضورها، متواجدة لكن لم يحن موعد تقدمها بالانطلاق وبالمنافسة وبالتواجد. بهذه الانطلاقة نتابعها على الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان الفضائية التي ترصد لكم جميع اللقطات الجميلة، ليكون للمتابع المتعة والاستمتاع في هذه الرياضة وفي المتابعة لهذه الشعارات والأسماء التي تنطلق وتشارك معنا بهذه المسيرة وبهذه التحديات. شكرا بن خزينة، شكرا بشارب على هذه اللقود براتكم إلى البداية. لنتابع مجريات المقدمة، لنرى ظبيان على المركز الأول، إسهيل بن عبد الله بن دحبة بن حمد العامري يقدم لنا ظبيان مع المركز الأول ومع الصدارة كقائد للأسماء، كمسيطرا على البداية والريادة، كحاضرا بحضور الأبطال بالانطلاق مع الريادة. المركز الثاني نتابع المركز الثاني همام بشعار بن هاملة القادم بسجله الحافل بشعار مبارك بن حمد بن مبارك
النابت المري على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع الزناتي احمد بن مطر بن ماجد بن طارش الخيلي على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع شعار بن كليب القادم والمتواجد على ظهر جبر. جبر المركز الرابع. تعود الملكية لعبد العزيز بن زيد بن علي بن سويلم الاكتبي. والمركز الخامس الوصول من الشارد المظفر بن محمد بن خموشة العامري مع المركز الخامس. ومع ختام النداء للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة بهذه المسيرة بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات وبعملية البحث عن اختطاف الناموس وعن تحقيق المركز الأول بهذه الانطلاقة، الأسماء الحاضرة جميعها قوية بالمشاركات بالتحديات كلها عندها سجلات، لكن الحظوظ تسير في هذا الاتجاه مع الأسماء الحاضرة. لنعود إلى المركز الأول لنتابع ظبيان الحاضر على البداية المتواجد على المركز الأول منذ الانطلاقة. وظبيان يحضر مع المركز الأول يتواجد بالاندفاع يتواجد بالانطلاق يتواجد بالحضور مع البداية وبالتميز بالتواجد على المركز الأول متربعا بشعاره مع البداية ومع المركز الأول. سهيل بن عبد الله بن دحبة بن حمد العامري هو المالك لظبيان وهو المالك لهذا الشعار الحاضر. المركز الثاني أبناء الشحانية يراقبون الأوضاع يتابعون شعار بن هاملة الذي يتواجد على المرتبة الثانية. يتقدم شعار بن هاملة ليقدم لنا حمام الحاضر بانطلاقته الحاضر بمسيرته مع المركز الثاني بهذه اللحظات ليتواجد بشعار مبارك بن حمد بن مبارك بن هاملة المري. يقدم لنا حمام القادم في مهمة رسمية بأن يكون حاضر بالمنافسة حاضر بالتحديات حاضر بالانطلاقات مع المركز الثاني بهذه اللحظات يتواجد. المركز الثالث أتابع مشاهدينا الكرام الزناتي أحمد بن مطر بن ماجد بن طارش الخيلي يقدم لنا هذا البطل بإنجازاته وسجلاته الحاضر على المركز الثالث ليتقدم الزناتي بهذه الانطلاقة. المركز الرابع نتابع جبر على المركز الرابع عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الاكتبي على المركز الرابع. المركز الخامس الحاضر مشاهدينا الكرام والمتواجد عياي خلب بن مبارك بن راشد بن مبارك الحميري من يقدم لنا تحديات عياي على المركز الخامس. هذه الأسماء هذه الشعارات ونرى كوكبة كوكبة من الثنايا قادمة قادم سيل جارث من هذه الأسماء من هذه الشعارات. بدأت الشعارات تلتحم بهذه اللحظات لتأتي الملحمة من هذه الشعارات مع انطلاقها الجميل مع حضورها المميز. بدأت تحلو المنافسة بدأت تحلو المنافسة بهذا الانطلاق الجميل. بدأنا نقترب بهذه اللحظات من خط النهاية مع هذه اللحظات بدأنا نتجاوز لافتات 2 كيلومترات راح الكثير ما بقى إلا القليل. يا ظبيان ظبيان على المركز الأول ظبيان على البداية ظبيان ما زال مسيطر مع المركز الأول. سهيل بن عبد الله بن دحبة بن حمد العامري يقدم لنا انطلاقة ظبيان المركز الثاني القادم. على المركز الثاني يتقدم جبر بدأ يحضر بالانطلاق بدأ يمر ويعبر إلى المركز الثاني. جبر عبد العزيز بن سيف بن عبد الله بن سويلم الاكتبي على المركز الثاني. المركز الثالث همام همام القادم بشعار بن حاملة المتواجد بشعار مبارك بن حمد بن مبارك بن حاملة المري على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع مشاهدينا الكرام القدوم والوصول من قبل عياي القادم على المركز الرابع. تعود الملكية لخلب بن مبارك بن راشد بن مبارك الجافر الحميري. المركز الخامس
الخامس يتقدم مرزام سهيل بن عبيد بن محمد بن عبيد العامري على المركز الخامس، والاسماء بدأت تخترب بهذه اللحظات، بدأت تخترب والامور على ما يبدو بانها بدأت تتبدل مع الصدارة والقيادة مع تدخلنا بهذه اللحظات في اجواء الكيلومتر الاخير. خلاص خلاص، كيلو على الناموس، كيلو عن التتويج، كيلو على اختطاف السيارة، السيارة بالانتظار يا بن حاملة، بن حاملة همام همام مع الحزام الأخضر انطلق مع المركز الأول، اندفع مع الصدارة، مبارك بن حمد بن مبارك بن حاملة على البداية والصدارة، بن كليب غادم ليقدم لنا جبر، عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الكتبي بن قعيس غادم يقدم أيضا لنا شهيل حمد بن محمد بن قعيس المري والمركز الثالث. الله، اختلطت الأمور ببعضها البعض لنتابع التحديات. القادم مرزام سهيل بن عبيد بن محمد بن عبيد العامري، لكن همام على الصدارة، همام على البداية، بن حاملة بن حاملة بن حاملة. وذكريات هذا الشعار، ذكريات هذا الشعار الذي دائما وابدا قدم لنا في منافسات الكبار التحديات الكبيرة، حمل الباز هذا الشعار، حمل العاصوف هذا الشعار، والأسماء الكبيرة ليكون بن حاملة حضوره مع حمام هذا البطل المتوج في الأمس القريب خطف الناموس في ميدان الصياد، ليكون له الحضور والإنجاز الثاني على أرضية ميدان الشحانية. تهانينا والناموس لمالك حمام مبارك بن حمد بن مبارك بن حاملة. المركز الثاني مرزام لسهيل بن عبيد محمد بن عبيد العامر. المركز الثالث كان الوصول من قبل ضبيان لسهيل بن عبد الله بن دحب العامر. المركز الرابع وصل شهيل حمد بن محمد بن قعيس المري. المركز الخامس كان الوصول من قبل الصداوي لسعيد بن سالم بن سعيد بن غصنه العامري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا همام من خطف الناموس في هذه الانطلاقه. هذا همام صاحب انجاز في ختام مهرجان رماح، وحضر في هذا اليوم وايضا انجز وحقق هذا الناموس خاطفا للسياره 12 29 63. هذا هو توقيت همام. تهانينا والناموس لزفة المبارك بن حمد بن مبارك بن هامل على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل مرزام 12 دقيقة 30 ثانية 85 جزمة ثانية. التهاني والناموس لسهيل بن عبيد بن محمد بن عبيد العامري. المركز الثالث فبيان 12 دقيقة 31 25 جزء من الثانية. التهاني والناموس لسهيل بن عبد الله بن دحب العامري على هذا الفوز المستحق. شوط جديد ينطلق، والزميل سلطان السعيد.